انا عارفكم هاد اللحظه كتقولوا مالو دارت الدخله هذه. بغيت نستغل الفرصه ونقول لكم شكرا بزاف على المتابعه ديالكم، وباللي راه كنقرا لي كومونتير كاملين. التعليق الاول غادي تلقاو ليان ديال الانستغرام ديالي، هبطوا دابا تابوناو عندي وعاد جيو كملوا القصه. درتوها؟ يلا على بركه الله، اكسيون. غادي نتقاتل، غادي ندير كل ما في جهدي. عارف راسي بلي الطريق ديالي ما غاديش تكون ساهله، ولكن غادي نامل بنفسي، وهادشي كامل باش ما نكونش انسان عادي، باش نكون الاسطوره. اللحظه اللي كان الاربيط كيحسب ليا، يلا قرب الرقم الثاني وانا نوض. شد ليا يديا وقال لي واش انت مستعد؟ قلت لي اش بالك. تميت قاصد عمر اللي ما فهم والو، شديت شوف واحد القنيته وبقيت كنضرب ضربه ورا ضربه. وصلت تقريبا شي 14 ضربه متسلسله، ورغم ذلك ما وقفتش، وما حد الجمهور كيزيد يغوت، ما حد كنزيد، ما حد كنسمع صحابي كيغوتوا، ما حد كنزيد، ما حد كنسمع صابرين كتهوت، ما حد كنزيد. الضربة الأخرى وأنا نهزة يدي اللاسرية، اليد اللي مهرس منها أنايا. كان ديك اللحظة عمارة مستسلم والدم خارج لي من نيفو من فمو. غوت بالجد وأنا ندخل لي كروشي باللاسرية، اليد اللي مهرس منها هو يتلاح من فوق الحلابة. طاحت ديك اللحظة على ركابية وحسيت بواحد الألم صعيب بزاف. رغم ذلك وقفت وبديت كنغوت، انا الاسطوره، انا الاسطوره. كان الدنيا فيها الحركه بزاف، الجمهور كيغوت، كلشي كيضحك، كلشي فرحان، وانا كنت كنشوف الحياه بسلو موشن. بقيت واقف في الحلبه، نقزات عندي صابرين وهي كتبكي، هنقاتني. جا عندي الجيلالي والدراري كاملين، وكنت قادر انني نسمع الجمهور كيغوت الاسطوره الاسطوره، كيف ما كنت كنحلم ملي كنت صغير. دابا كنعيش الواقع. هزيت عيني بشويه، بان لي الطبيب واقف من بعيد وهز يدي وكيقول لي برافو. هزني الجلالي فوق راسو وكان كيدور بيا فوق الحلبه، والجمهور كيتجاوب معايا. ملي تميت نزل من الحلبه لقيت عمر جاي عندي، قرب من حدايا ويعنقني وباس لي راسي. هبطت حنا على ركابي ويقدم لي التحية، وتم غادي وكان واضح باللي تناقش مع عبد الإله. عبد الإله اللي كان جالس بوحدو مكون وكيبان مصدوم، تم يتقاصدو أنايا. شاف فيا وأنا نقول ليها الأبطال كيتصنعو بالقوة ماشي بالغش. كان معك زيبرا وضياتي، وكنت معك أنا وضياتيني، دونك المشكل فيك نتايا. تميت غادي وعاود تاني وقفت، وقلت لي الله يرحم لك الوالدين، الا كنتي غادي تبقى حال داك لاصال وجد لينا شي ابطال لي قاصحين. اما الدراري ديالك رطبين بزاف، بقاو كيضحكوا الدراري وطلعنا عليه مزيان. تميت غادي مشيت بدلت حويجي، من بعد رجعنا للقاعة كاملين. والدارحة في الاختتام ديك اللحظة بدا كيدوي المقدم وقال له وصلنا إلى نهاية البطولة المؤهلة، والفريق الفائز هو نادي الأسطورة. هاد البطولة كانوا فيها بزاف ديال العناصر اللي تميزوا بالأداء ديالهم، واللجنة اختارت أحسن لاعب ديال الدورة اللي هو زيبرا. فرحنا كاملين لزيبرا حيت كيستاهل، وداك الماتش كل ما ربحوش كاع ما كنا غنوصلوا لهادشي هذا. باش انك تربح وانت ما كتشوف والو، يعني انت لاعب مميز. من بعد قال المقدم كعادتها اللجنة المنظمة ديال البطولة كتختار كل عام وكل دورة احسن مباراة، والمباراة كنظن كلكم متفقين عليها، المباراة اللي جرات ما بين سعد الاسطورة وعمر. وكيف ما جرات العادة، الفائز في هذه المباراة هذه اللجنة المنظمة كتعطيه هدية عبارة عن تروفي
ديال اللكمة الحديدية. صفقوا كاملين لسعد الأسطورة. تميت غادي باش نسلم الجائزة وقلبي كيضرب بالجهد. أول خطوة درناها في طريق نحو الحلم كان صعيبة بزاف، وهذه غير البداية، وما زال ما زال. تشبت بالحلم، الرغبة القوية اللي كانت عندي بغيت نوصف لكم هذا الإحساس، هذا الخوت، ولكن ما قدرتش. هاد العام ما دولة بلاش، الحمد لله. طبيب حس بي، ويمكن حس باللي شنو كتعني لي هاد البطولة هادي. جا مسكين في الوقت المناسب وعطاني فرصة، وهاد النهار كانت الإرادة ديالي أقوى، والدافع ديالي كان حتى هو أقوى. كان منطقي نخرج خاسر حيت مهرس من يدي، ولكن قاتلت. صابرين بنت سكوتية ومتسامحة وكتفكرني غير في الوالدة، وداكشي اللي قاسات مع الوالد. عمر دار معي مزيان وعطاني شحنة في آخر اللحظات، ومن الضعف كتولد القوة. ضربته باليد اليسرية، وخا هنا ديجا مهرس فيها، باش نبين للجميع باللي أنا ماشي إنسان عادي. كانت ليلة الصدمة بامتياز، وكنا كاملين كيف ما سمانا الجلالي مجموعة الموت. خدينا الجوائز، وحتى الجلالي خدا جائزة أحسن مدرب، صفقنا ليه كاملين وبكى مسكين من قلبه. وزيبرا دار أبيل فيديو مع ميلاني، واللي ما بقاتش كيف ما الأول، بدات كترطاب وكتحس بالحب من جديد. والحدود ساعة أناستازيا ما فهم والو في البلان، وغير كتقول زيبرا ماما تحسنات بزاف، ولات كتريني ورجعت كتهلا في راسها. والحدود ساعة ما عرفت شنو هو السبب. خرجنا هاد الليلة هادي تحت تصفيقات ديال الناس كاملين، وبطبيعة الحال ما كانش كلشي فرحان. تميت غادي انا وزيبرا ومعانقين ومقتولين، وكنبانو مخمجين، والصحافة كتصور فينا. ركبنا في الطوموبيل ومشينا نيشا للسبيطار. تعالجنا، من بعد داوني للطبيب ديالي. دخلت عنده وكان معايا الجلالي. الطبيب بدا كيقلب فيا وقال لي اوه اش هادشي هذا، واش حتى لهالدرجة كتبغي هاد الرياضة هادي؟ قلت ليه عندي حلم غادي نموت معاه، واخا نعرف نلعب بصبع واحد. بقى كيشوف فيا الجلالي وفخور بيا. قال لي الطبيب باش تكون عندك هاد الإرادة هادي برافو عليك، ولكن اش غادي نقول لك ولدي، يدك راه حالته، وراه ملي شفتك ضربتيه بيديك اللي مهرس فيها دماغي وقف. دار لي سكانير الطبيب، بقى كيقلب وهو مصدوم. قال لينا العجب العجب الخوت، تخلعت ديك اللحظة هنايا. قلت ليه ياك لاباس دكتور. قال لينا نفس الأضرار اللي كانوا هما اللي بقاو، راه ميمكنش، بحال ما لعبتيش بيديك نهائيا. بقى كيبتسم الجلالي وقال لينا القوى الباطنية قدرتي توصل ليها سعد، وتعطي معلومة لدماغك باللي انت صحيح وما ناقصك والو رغم الألم اللي كنتي كتحس به. باش تفهموا هادشي هذا قراو على الكونغفو، حيت هاد الناس هادو كانوا كيطبقوا هادشي هذا، وقدروا على مدى السنين انهم يتوصلوا للقوى الباطنية ديالهم. داكشي علاش خلات منهم ناس اللي هما خارقين في ديك الفترة. ديك اللحظة عاود تاني الجلالي قال له سعد لاعب ماشي عادي، والحدود ساعة انا مصدوم، وغادي نفديه بروحي باش يحقق الحلم ديالو والحلم ديالنا كاملين. واهم حاجة نمشيو نديرو لافيشتا في دوار السخيفات. انا كنضحكو، وما اجملها لحظات. رجعنا للفيلا من بعد ما قاد لي الطبيب البلاطر عاود تاني. جلسنا برا كنشوفو في بعضياتنا وكنحتفلو بهاد الانجاز هذا. اللي منفوخ ليه حنك، اللي نيفو مهرس، اللي عيني زرقين، كنا كاملين معطوبين. وما كيهمش، المهم هو كنا كاملين ابطال. بقينا كندوف التفاصيل اللي دازت منها البطوله، وقامت سرطات لينا كاع، كانوا باغين يخسرونا باي طريقه، ولكن ربي كبير. قال لنا الجلالي عندنا الاعداء بزاف وخاص نردوا البال، وفي بطوله الشعله غادي نلقاو كثار من داكشي اللي شفنا في هاد البطوله هادي. داكشي علاش خاص نكونوا مستعدين. ديك اللحظه صونا التليفون ديالي،
وعاود تاني نيميرو بريفي عاكي صوني هو وقال لي جيلالي جاو ما كنت زراوش هنايا. قلت الو قال لي ما بغيناش نخسروا عليكم الاحتفال، ولكن خاصكم تعرفوا بلي هاد الاحتفال هذا مؤقت، داكشي علاش استغلوا الفرصة مزيان، هاد الايام الجاية غادي تبكيو. تشاو. قطع علينا. قال لنا جيلالي تماما هكا وقع لي ملي كنت كنتقاتل هنايا، حاربوني بكل قوة وكانوا كيوصلوني بزاف ديال التهديدات، حقروني حيت كنت بوحدي، ولكن دابا اللي ما عارفينش هاد الناس هادو هو انا دابا ماشي بوحدي، شاف فينا وقال لينا معايا ابطال، داكشي علاش ما كيناش شي قوه في الارض غادي تحبسنا. دوزنا امسيه زوينه بزاف وما خليناش هاد لابيل هادي زعزعنا. بقيت كندور انا وصابرين في الجرده ديال الفيلا، تكات عليا وقالت لي خايفه، قلت لها مناش، قالت لي لا يوقع عليك كيف ما وقع الجلالي نموت فيها سعد. بقيت مصدوم فيها انايا وقلت لها هادشي كاني انك كتبغيني، قالت لي لا مالك حامض، قلت لها ما تخافيش ما غادي يوقع والو، قولي لي كي جيتك عجبتك في عمر ياك بطال ولا ماشي بطال. قلت لي وصافي بارك من العياقة والتاني بديتي، قلت لها ياك هربان ياك. تبعته وقينا كنضحكوه في الجردة وكنا سعداء بزاف، دراري ولاد الشاب كيتقاتلوا من اجل الحلم ديالهم وما عرفتش علاش ما حاملينناش. دوزنا ديك الليله وفي الصباح فقنا والمورال طالع، كنا كنفطروا ديك اللحظه وحنا نسمعوا الصونيت في الفيلا، شفنا في بعضياتنا في دقه واحده. مشات صابرين باغا تحل وقلنا لها طلي بعدا تاكدي شكون، طلعت ورجعات كتجري مخلوعه، قالت لينا باللي شي واحد ملتم وجهه ما كيبانش. تمتم فكرنا في داكشي الخيب، مشى كيجري لكوشي وجاب 17 وبدا كيعرعر كل واحد شنو هز، حلينا الباب وبلينا ولد واحد شافنا وتخلع مسكين. ديك اللحظه عرفتو عمر كان داير الفاصمه في وجهه، مسكين الله يسمح ليا منه، خمشتو ديال بصح. قلت لي اهلا عمر ما تخافش، راه غير كنا كنمثلو لداخل واحد المسرحيه وعشنا مع الدور. قال لينا تياتر مزيان سي بون. مشاو الدراري وبقيت كندوي مع عمر، قلت لي يلا ندخلوا لداخل، قال لي لا عندي الفول وبقات لي غير 4 سوايع وانت عارف يلا نوصل المطار وداكشي، المهم ندير بحساب ترونسبور، ما بغيتش نمشي قبل ما نقول لك تبارك الله عليك. اسمع جامي تلاقيت مع شي واحد بحالك، ما عرفتش كيفاش نوصل ليك، قول لي واش بالصحة يدك كانت مهرسة؟ قلت ليها مس وجهه قال لي وكو كان صحيحة كون مت ولا شنو. بقينا كنضحكو، قال لي غادي نعطيك جوج ديال الكتب نادرين ديال تقنية الآلة وتقنية البهلوان حيت انت تستاهلهم، وخاصك تعرف بلي هاد الكتب هادي منها 3 ديال النسخ في العالم وانت تستحق تكون عندك هاد النسخة هادي، غير هو خلي هذا سر بيني وبينك، في الفينال غادي نجي انا والنادي ديالنا كاملين نتفرجوا فيك. قبل ما ننسى راه جابوني هنايا من بلجيكا باش نحبسكم من التأهل، ناس بزاف هنايا ما باغينكمش تأهلوا، ردوا البال. تعانقت مع عمر وتم غادي شوية، عاود وقف وقال لي ديك البنت، قلت ليها خطيبتي، قال لي بغيت نعتذر منها. دخل عمر وطلب منها الاعتذار ومن الفريق كامل ومشى. دخلت وبدينا كنتفرقعوا بالضحك على صابرين. قالت كشفارة. دوزنا هاد الصباح هذا وفرحت بزاف بهاد الزيارة ديال عمر وبالروح الرياضية ديالو، وقلت لجيلالي لا داكشي اللي قال لي. قال لي الجلالي عارف بلي غادي يحاربونا، ولكن الحلبة هي اللي كتحكم ومن غير هادشي هذا غادي ندوزو صحة.
دوزنا هاد النهار هذا غير في الفيلا. القوشي حسيت به ماشي هو هذاك. قربت من حدا ونشم واحد ريحة زوهينة. قلت لي هاي واش جديدة هادي؟ قلت لي ها، بغيت نسولك القوشي. قال لي شنو؟ قلت لي داك النهار دخلتي في الماتش ديريكت بالزربة مع الدخلة مع اسلوب الكوبرا مع الكاو، ما مشيتي في حالاتك، عاكي شوف فيا. وقال لي ها واش تي جريتي معايا وبلا ما تطلع عليا. ديك اللحظة صونا التليفون ديالو خونا تلون. وقلت لي ها دابا فهمت. مشى القوشي كيدوي في التليفون هو معنب، وصراحة جاني الفضول نعرف شكون هي هاد الحبان ديالو. ملي وصل الوقت ديال الغدا نزل القوشي وهو لابس مزيان ومريح ومقعد الحالة ومخدم لينا واحد أغنية ديال المريولين. حتى واحد ما دمجها، ولكن أنا جريت مع الفيلم. ملي كملنا الغدا القوشي كان غير مقابل التليفون. شوية ناض وخرج من الفيلا، تبعته أنا وبقى غادي. بعد شوية ويوقف وبقى مرة كيصوني في التليفون. شوية تما جاي واحد الدرية في 96 هي توقف حداه، نزلات وعنق القوشي وكان واضح باللي كيبغيها. هاد ختنا هادي كتبان من بعيد قنبولة، قربت من حداها وفعلا كانت قنبولة ولكن فاشلة. قالت لي مالك عشيري أدور ميا وحيد الحادية. قال لها القوشي لا راه خويا هذا سعد. قالت لي غادي زولي عشيري والله ما عرفتك. قلت لها هاني يا اختي والله تا هاني. المهم تهلا لي في خويا. ضحكت معاه متمي تراجع وداز ديك اللحظه موطور بالجهد. ترفعت انا ديك اللحظه وسمعت غير الغوات ديال القوشي. سعد عندك جاب الله، ما سمعت الغوت وقفت. حيت ترفعت واحد اللحظه وكنت كنتسنى غير الضربه، قلبي بدا كيضرب بالجهد. قرب من حدايا القوشي وقال لي رد البال صاحبي، طيرت فيها منا خلعه. ديك اللحظه صونا التليفون ديالي وعاوتاني نيميرو بريفي. جاوبته قالوا لي هاد المره كتب لك عمر جديد، المره الجايه الله اعلم. رجعت الفيلا وانا في المود ديال الخلعه، ودار فيا الجلالي من اللي سمع الخبر. ديك اللحظه صونا شي حد في الفيلا، مشيت حليت الباب لقيتو واحد من دوك الرجال ديال الامن الخاص اللي خدامين معنا. قال لي دوك خوتنا في الله اللي زقلو قبيله راه داروا كسيده خايبه حدا الرومبوان اللي حدا المصبانه. قلت لي جلالي ومشيت كنجري. وصلت المكان ديال الحادث وكانوا بزاف ديال الناس مجوقين والدراري واحد فيهم مغطينه بليزار وباينه مات، والتاني مازال حي. قربت من حدا داك خونا اللي مازال حي ولكن كان واضح بلي داخله الموت. كان واحد الاخ كيشهد ليه، تحنيت عندك الدري اللي داخله الموت. شاف فيا وقلت ليه عارفك عرفتيني، قول لي شكون صيفطك. دوي جرني جلالي ديك اللحظه والدري بدا كيحاول يدوي. قلت لي بلاتي يا جلالي. نزلت حدا عاود تاني وحطيت ودني حدا فمه. قال لي قد ديك اللحظة سمعت داك الأخ قال إن لله وإن إليه راجعون، وعرفت الدري بلي غادي يكون مات. ولكن عرفت شنو بغا يقول لي الدري، قد ميري ومولاد البلان كامل هو خاصي القد ميري. تمينا راجعين وقلت لجلالي، قال لي كنت عارف من الاول باللي هو مرض البلان كامل ولكن ماشي مشكل ربي معانا. رجعنا للفيلا ودوينا على هاد النقطه هذه وباللي خاص نردوا البال. بطوله الشعلة بقات لها تقريبا شهرين، الحمد لله غادي نكون تعافيت ديك اللحظه. رغم ذلك ما كنت كنجلس كاع، كنضل بالنهار كنتريني وفي الليل كنقرا الكتب اللي عطاني عمر. داز تقريبا 15 يوم كنا كنتحركوا مجموعين ورا دي البال. وفي ديك الفتره كان دار اجتماع بمناسبه بطوله الشعله. الفرق بين بطوله الشعله والبطوله المؤهله الجهويه هو بطوله الشعله كتحظى باهتمام كبير من الصحافه الوطنيه والعالميه وحتى العربيه، والماتشات المهمين كيتنقلوا في التلفازه
وهذه البطولة فرصة للاعبين أنهم يبينوا الموهبة ديالهم، خصوصا كيكونوا بزاف ديال المنقبين على المواهب. ولكن هادشي كامل ما كيهمنيش، باغي ندير البطولة ديال الشعلة ونمشي لبطولة العالم. خسارة ما غاديش نلعبو كفريق، وكل واحد غادي يدافع على راسه. وهادشي الصراحة حسسني بالخوف. ولفت صحابي معايا كيتقاتلوا معايا، خوتي هادوك. ولكن لا أعذار، هدف واحد وما غاديش نتزاكل عليه وهو البطولة. وصلت انا وجيلالي وليكيب كامله ديك النهار للقاعه اللي غادي يدار فيها الاجتماع، وتصدمنا ملي بالينا عبد الاله واقف تمايا. هو هذا التقصى شنو كيدير هنايا؟ بداو كيدول اللجنه المنظمه وقالوا بلي دوري الشعله كيشاركوا فيه 8 ديال النوادي من كل جهه في المغرب. عرفنا ديك اللحظه بلي غادي نمثلوا مدينه الدار البيضاء. ولكن سؤال، اش كيدير عبد الاله هنايا؟ دواو على اهم النقاط باللي في هاد الدوري هذا كاين فائز واحد. بداو من بعد كل نادي كيطلع ويقدم راسه والرئيس ديالهم والمدرب، طلعوا الفرق تقريبا كاملين. جات نوبة ديال الفريق الرباطي وطلع معهم عبد الاله وقدموا على اساس انه هو المدرب. جات النوبة ديالنا حنايا وبداو كيصفقوا لينا بالجهد. وعرفنا ديك اللحظة باللي الباركور اللي درنا في البطولة المؤهلة خلى الناس كاملين يتعاطفوا معنا. الحاجة اللي صدمتني في هذا النهار هذا هو اللاعبين كلهم أبطال، وكلهم فايتين واخدين بطولة ديال المغرب وبطولات خارجية، إلا أنا داير بحال داك الكاسول اللي داخل وسط المجتهدين. ولكن هانية دايزة ملي سولوني قلت لهم هاد البطولة راها ديالي وتقدر تكون أول إنجاز ليا. كلشي بدا كيضحك وانا عارفهم باللي كيستهزؤوا بيا، ولكن انا كنت متاكد من هادشي هذا. وفعلا من نفس اي حاجه امنتي بها غادي تحققها، داكشي علاش بعدوا على المحطمين. والمحيط ديالي الحمد لله مساندني انايا، كملنا وتمينا خارجين كاملين. عبد الاله كان دايز نقص ديك اللحظه الجن وبدا كيدق عليه وامضرا الكوشي وكيبقيتي جاي تشم ريحه ديال الشعله. بدينا كنضحكوا. وقف ديك اللحظه عبد الاله وبدا كيتفرقع علينا تبل بلاد ديال بصح، كنا غادي نعطيو قتله ديال العصا. بنادم كيفك والروينه ناضت. تعصب عبد الاله ديال بصح وقال لنا انتوما بربعه تاكلوا من عندي قتله ديال العصا، انتوما وهاد الجلالي ديالكم. صدمنا ديك اللحظه الجلالي من اللي وقف وقال ليها اسمع السي عبد الاله، حنا رياضيين وخاص نكونوا كنحتارموا بعضياتنا وتكون عندنا روح رياضيه. وما تنساش باللي الضياف بزاف كاينين معانا هنايا من المغرب كامل، وخاص ياخذوا علينا سمعه طيبه حنا ولاد الدار البيضاء. وما دام انت دويتي من نقطه اخرى، انا كنتحداك قدام هاد الناس في مواجهه رياضيه وهاد الناس كاملين غادي يكونوا حاضرين. اش بان لك؟ عبد الى ديك اللحظه بدا كسرط في الريق، كانوا بزاف ديال الناس هنا برانيين وما لقاش فرصه انه يقول لا. قال لي واخا موافق، وبداو كيصفقوا كاملين دوك الناس اللي كانوا حاضرين. تصرف واحد من دوك المدربين وحدد موعد الماتش وفين غادي تلعب بالضبط. الجلالي واخا كبر من عبد الاله ولكن كنا تايقين فيه. رجعنا في الطوموبيل وكنغنيو للجلالي علي جلالي علي. وصلنا للفيلا وكنا متحمسين للماتش ديال الجلالي. عبد الاله بطل المغرب ولعب بزاف ديال البطولات، ولكن ما يمكنش نقارنوه بالجلالي. باش تحكمه في ميريكان خاصك تكون كاين، ولكن كنا خايفين من عامل ديال السن يلعب اللعب ديالو. دوزنا ديك الليله والغد ليها غير فطرنا وبدينا كنترينيو بالجلالي. بقيت انا غير كنشوف فيه وكنقول مع راسي يمكن الجلالي زرب وخدا هاد الماتش هذا، يمكن ما كانش خاصو يلعب هاد الماتش. الجلالي شبعان مشاكل، راجل مهزوم من الداخل، 20 عام ديال الحبس، لا عائلة لا حتى واحد. كيفاش راجل مهزوم غادي يتسنى منه أنه يفوز؟ هاد التخوف اللي عندي عاودته لزابرة، وصراحة خفنا ليخسر، وهادشي غادي يزيد يحطمو نفسيا. تمنينا توقع شي معجزة، شي حاجة اللي ما تخليش هاد الماتش هذا يكمل.
وقام يلعب معه، وحتى التدريب اللي كنا كنديرو معاه والعيا اللي كان كيعيا بزاف كيزيد من التخوف ديالنا. كنت عارف باللي جلالي من نهار خرج من الحبس وهو كيشرب الشراب، ويمكن هادشي زاد في الوزن ديالو. دوزنا هاد الايام كلها والجلالي كيبريباري، وكان متحمس بزاف. يمكن رجعت به الذاكره للور ملي كان مازال صغير. جا الوقت اللي غادي تلعب فيه الماتش، وتحركنا كاملين للقاعة الا صابرين وزابرة. قالوا لينا باللي عندهم شي غرض وغادي يمشيو قديو، من بعد غادي يلحقوا علينا. المهم تمينا غادي في الطوموبيل، لا طريق كله انا والجن والقوشي كنشجعوا الجلالي، وكنضربوا وكنغنيوا ليه ولا لا 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 جلالي لا 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 ولا. كانت اجواء زوينه بزاف، وكان الجلالي فرحان بهالتشجيعات هادو. كنا كنحاولوا نحمسوا راسنا ونتوقعوا شي حاجه زوينه مادام الماتش ملعوب ملعوب. وصلنا المركب وتصدمنا من الناس كاملين اللي كانوا. دخلنا المركب وكان داك الوفد كامل اللي غادي يلعبوا في البطوله ديال الشعله. بدينا كنسلموا عليهم وقالوا لنا باللي بقينا هنايا غير باش نتفرجوا في الماتش ديال الجلالي. طلعنا كاملين شدينا البلايص ديالنا، مشى الجلالي كيبدل، ومن بعد طلعوا بزوج الحلبة. الناس كلهم اللي حاضرين كيتفرجوا كيشوفوا هاد التحدي رياضي عادي، ولكن حنا وعبد إله والجلالي كنا كنشوفوها حرب اتبادات. عبد إله غادي يبغي يدير كل ما في جهده باش يبين ليه باللي هو والو، والجلالي غادي يبغي يبين العكس. عطى الحكم الانطلاقه وكان واضح التفوق البدني ديال عبد إله، ولكن الجلالي الوقفه ديالو كانت كتخلع الصراحه. والحدود الساعه عبد إله ما زعمش. قبل ما تسالي الجوله الاولى بدا الحماس، والجلالي غادي يدخل لعبد إله واحد كروشي وخلانا نتهزو كاملين بحال تماركا شي بيت في الفينال. على بونتا ناض عبد إله وتزقل من الكاو، ولكن الجلالي سخف الصراحه بزاف، وداكشي اللي خفنا منه هو اللي وقع. عبد إله غادي ينتبه لهاد النقطه هادي. الجوله الثانيه بدا عبد إله كيسخف في الجلالي، وخا عبد إله كان كياخذ لكمات، ولكن كانت واضحه الخطه ديالو. في الجوله السادسه صافي الجلالي الحركات ديالو ولات ثقيله بزاف، وهنا بدات المبادره ديال عبد إله اللي طبق عليه هيبه الاسد. قدر الجلالي يقاوم، ولكن في الاخير ضربوا عبد إله بكل قوة وطاح الجلالي على راسه الأرض. نضنا ديك اللحظة كاملين ونسينا بلي هذا راه غير ماتش، كنا غادي نطلعو نخليو ضربوه. الجمهور بقى كيشوف فينا ومستغرب. بدا الأربيط ديك اللحظة كيحسب. قربت من حدا الجلالي وبديت كندوي معاه. جلالي نوض صاحبي نوض، انت ديما كدوي لينا على المقاومة، على القتال، على عدم الاستسلام، واش متي؟ نوض مادام قلبك كان بض نوض. شاف فيا وبحالة مهزوم، والدموع بداو كينزلوا ليه من عينيه. ديك اللحظة سمعنا بابا، درنا بزوج لقينا بنته الجلالي جاية كتجري وكتبكي، وقفات حدا وشدات ليه في يديه. وهاد المشهد هذا خلى الاربيط يتأثر بزاف وكما بقى كيحسب. وماشي غير الاربيط، حنايا والناس كاملين اللي كانوا حاضرين في هاد الماتش هذا. بقات ديك اللحظة أناستازيا كتنعت للجلالي في الجمهور. ضربنا بعينينا بجوج وهي تبان لينا ميلاني، ومعها صابرين ومعها زهرة. وعرفت بلي هاد العفاريت هما اللي داروا هاد المفاجأة هادي. ديك اللحظة ميلاني هزات يديها ودارت واحد الحركة غريبة، شافها الجلالي وناض بحالا ما كان واقع والو، وبدا كيطرطق في عنقو. ديك اللحظة الناس كلهم اللي كانوا حاضرين بداو كيصفقوا وتزاد الحماس. عطى الحكم الانطلاقة وبدا الجلالي كيتحرك بحال شي واحد عنده 20 عام. قرب من حدا عبد إله اللي كان دايرو في كرشو من بعد ما طيحو في المرة الأولى. ضربو بكروشي هو يخوي ليه الجلالي. تحنا الجلالي ودار قوش دروات لعبد إله، خلات كلشي يصفق ويغوت في ديك اللحظة. بقى واقف عبد إله ومصدوم. نقص ديك اللحظة الجلالي ودار ضرب رجليه بجوج، جابها لعبد إله في راسو نيشان. وهاد الحركة دوزنا حنا أيام باش نتعلموها وما قدرناش. الجمهور كله ناض ديك اللحظة وكيصفق،
طاح عبد الاله على راسو كاو قامت زعزعقع. هادشي اللي وقع الصراحه خلانا مصدومين. يلا جلالي كان مستسلم، هادشي كياكد باللي مهما بلغت قوه الانسان كيبقى الدافع اهم شيء، وهنا الدافع ديال الاسره لعب الدور ديالو. بقينا مصدومين وكنبكيو في نفس الوقت وفرحانين بالمدرب ديالنا الاب الروحي. طلعنا وهزينا فوق راسنا وهو كان كيشوف غير في ميلاني، واخا كان حاقد عليها واخا السنوات كلها مازال كيبغيها. نزلوا عنق بنتو بحراره وطاحوا على ركابهم بجوج فوق الحلبة، وكل شيء كان كيصفق. هادشي اللي وقع خلى الناس يحترموا كتار وكتار. نزل جلالي وتمتع جاي عنده ميلاني، هو مقلق منها واخد منها موقف، ولكن واضح باللي كيبغيها وما قادرش يقاوم. غير وقفت حدا ميلاني عنقها بشوق ديال 20 عام ديال الحبس، ولكم ان تتصوروا ذلك. صعيبه ولا ليك تبع على شي مسلم. بقيت غير كنشوف وغلبوني الدموع، حيت بحال هكا بغيت حتى انا نعنق والديا. رجعنا للفيلا وكلشي فرحان. بغيت نقول له جلالي والزبرة اللي فرحانين وغادي يطيروا بالفرحه. فرحت انا لحاجه وحده، اخيرا زبرة غادي تشغل علينا وما غاديش يبقى مقابلني مع الصابرين، وغادي نولي لقاء راحتي معاه. وهادشي غادي يخليني نفكر نكسر القاعده اللي وصانا عليها الجلالي ونخرج انا وصابرين شي نهار في موعد غرامي بين جوج الناس كيبغيو بعضياتهم. حتى لين غادي نبقاو خايفين ملي رجعت ميلاني وانستازيا لحياه جلالي، ولينا كنعيشوا واحد الجو زوين بزاف، كان جو عائلي وكنا متحمسين. داز تقريبا الشهر الاول على المده اللي عطاني الطبيب، وجا الوقت اللي غادي نحيد فيه البلاطر. مشيت انا وصابرين عند الطبيب والحمد لله حيدت البلاطر وفحص لي يديا وكانت الامور بخير وعلى خير. خرجت انا وصابرين واخيرا قدرت نعنق بجوج يدين، ما بغيتش نخلي هاد الفرصه تدوز. ومشيت انا وصابرين لمرة كومول باش نحتفلوا بهذا البدايه الجديده ديالي. بقينا كندورو فرحانين وكنتقداو وتقديت لها كاع داكشي اللي نفسها فيه. كنا غير معانقين ضاحكين وفرحانين بزاف. ملي كملنا وتمينا راجعين بانوا لينا لي زاجون سيكوريتي واقفين ومعاهم واحد المراه، وباينه مسكينه كتغوات ويعلم الله اش من مشكل عندها. قالت لي صابرين مال هادو؟ قلت لها يعلم الله شنو كاين، يمكن واقع شي مشكل. دزنا من حداهم والمراه مسكينه كانت كتبكي، فتناهم تمينا غادينا وحنا نسمعو. وقف الشريف، درت انا وصابرين، وقفوا علينا كاملين وقلت ليها مالك اخويا ياك لاباس شنو كاين؟ صابرين كانت مخشيه فيا ومخلوعه مسكينه. قال لي هاد السيده مشى ليها واحد براسلي من يديها، وقالوا لينا شي ناس دابا بلي هاد السيده اللي معاك هي اللي داتو. انفعلت انا وتعصبت وبدينا كندافع على نفسنا، وقالت لهم صابرين ها هو الساك ديالي قلبوه. بداو كيقلبوا في الساك وجبدوا منه البراسلي. صدمت انا كنشوف بعضياتنا وما فاهمين والو. بدات ديك اللحظه صابرين كتبكي وكتغوت وكتحلف، وديك المراه كتقول لها حشومه عليك والناس كيغوتوا. دارت بيا الدنيا وما عرفت راسي باش تبليت. تبلبلات الدنيا ديال بصح. ديك اللحظه صونا التليفون ديالي، قلت الو وانا حابس الدموع. قالوا لي يا قلنا لك هاد المره دازت والمره الجايه الله اعلم، ودابا دائما حب حياتك باش دوز ايام زوينه في الحبس. قطعوا عليا وعرفت بلي هذا بلان داروه لينا، ودابا طحنا في الفخ. ترونات وعباد الله كيشوفوا، وكل شي هز التليفونات ديالو كيصور. جاو البوليس وداونا الكوميساريه. اتصلت بالجلالي وقلت ليها شنو كاين. حطوني انا في بيت وصابرين في بيت. ما كنتش خايف على راسي قد ما كنت خايف على صابرين. اما انا ولفت من نهار جيت للمدينه وانا عارف راسي نضحك شويه نهجروا بزاف. دخل عندي الضابط وهز في يدي دوسي، قال لي يا سعد
واش هي الحرفه ديالكم ولا شنو؟ قلت لي ماشي ديالكم، ديالي حرفتي. البراسلي انا اللي ديته وخليته للبنت في الصاك ديالها، خليوها تمشي بحالاتها، راه ما عندها حتى شي علاقه. بقى كيشوف فيا ومستغرب، قال لي زربان؟ قلت ليها اه، ديجا عندي صوابق ويمكن ولفت الظلم، الظلم والحقره. قال لي واش هادشي كيعني باللي شي واحد اللي دار لكم هاد البلان هذا؟ قلت لي هادشي ما غادي يفيد بوالو، انا ديت البراسلي، خليو الدري تمشي في حالاتها وديوني الحبس. ما عرفتش علاش باغي نتعذبوا راسكم، القضيه ساهله وما فيهاش تماره. هاكي شوف فيا الضابط وتنهد ومشى، سد عليا الباب وسمعت صوت صابرين كتبكي وكتغوت وكتقول لهم كذاب، والله ما احنا، والله ما احنا. جلست في الارض كمشت رجليا وبقيت كنبكي كيف ما كنت كنبكي في ذاك البيت اللي كان كيسد عليا فيه الوالد. يا سعد الليل طال وانت ما زال ما جيت، يا حبيب قلبي كي بقيت معاه من ايام، اشتاق لعيونك وصوتك وضحكاتك، كي درت يعطاك خاطرك تخلي الدوار، الدنيا صعيبة يا ولدي غير رجع، قلبي مهموم من اللي مشيتي توجع، ولاش غيابك طال واش الهم الداك، ولا المدينة خلاتك تنسى هلاك، اللي اداني يا ما غير الحلم الداني، المدينة وخلاني وحدي كنعاني باش جانا نحقق حلمي، وبغيت نكون يا ما كيما تتمناي، راسك مرفوع ولبك واطع للعالم. يا سعد الليل طال الليل طال الليل طال، يا سعد الليل طال الليل طال الليل طال، يا سعد الليل طال الليل طال الليل طال. غادي نتقاتل، غادي ندير كل ما بجهدي، حيت ما بغيتش نكون انسان عادي، بغيت نكون دوز ديك الليله في الغرفه. جا عندي الضابط وقال لي راك مشهور مع راسك، الصحافه كما فاتوا باب الكوميساريه، مهم السيده راه تنازلات ليك، ولكن اداره المول لا، للاسف لا، وقرروا اكثر من هادشي انهم يتابعوك، في الصباح غادي نحولوك للسجن المركزي. بقيت غير ساحي، سد عليا ومشى. دازت هاد الليله وفي الصباح خرجوني من الكوميسارية، غير فت الباب ديالها لقيت صحابي والجيلاري وميلاني وأناستازيا كيشوفوا فيا وكيبكيو. دست من حداهم والدموع كينزلوا ليا. وقفني الجيلاري وقال لي غادي نخرجوك من هنايا، راه اتصلوا بيا دوك الناس وقالوا لي بغيت نخرجوهم من الحبسة، خاصكم تنسحبوا من البطولة. قلت لي الجيلاري لا، البطولة غادي نديوها أنا، ما تخافوش عليا، أحسن هدية ممكن تقدموا لي هي البطولة. جرني ديك اللحظة البوليسي وداوني في ستافيط، سبحان الله وليت معاشر مع هاد ستافيط هادي. داوني العكاشة، حطيت كل شيء إلا دوك جوج الكتوبة اللي عطاني عمر، دخلت وكل شيء كيسلم عليا بحال كنت مسافر، ورجعت للدار. حطوني في واحد السيلون، لقيت كل شيء كيعرفني، عرفت ديك اللحظة باللي خليناها متورخة هنايا. دوزت تقريبا 3 ايام، جا عندي الجلالي والمحامي اللي قال لي باللي إدارة المول ما عندهاش دليل قاطع على انك انت اللي ديتي البراسلي، ولكن ديك الضجة اللي وقعات والناس كلهم تشكاو وما بقاوش كيحسوا بالامان في المول، كان لابد انهم ياخذوا هاد الاجراءات هادو، والاعتراف ديالك هو اللي اكد هاد الشيء هذا، وهو اللي زاد خلاهم يتابعوك
وهادشي اللي خلى القضيه تكون صعيبه بزاف. مهم، حنا متشبشين بالامل وكنحاولوا نتواصلوا مع الاداره ديال المول باش يتنازلوا ليك. عنقني الجلالي وقال لي غادي يكون خير ان شاء الله. تمي تراجع السيلون، جلست في الساحه هو جبت الكتاب ديال البهلوان وبديت كنقراه. بقيت حاضر راسي وكنقرا. ديك اللحظه كنسمع بزاف ديال الخطوات جايين في الاتجاه ديالي. ما هزيت راسي لقيتو القدميري قال لي اهلا اهلا الكسول ام العروبي، تعلمتي تقرا؟ درت الكتاب في جيبي وبغيت نوقف وما يجلسوني جوج ديال الكلاب كانوا معاه. قالوا لي ملي يدوي معك الشافة جلس. شفت فيهم وقلت لهم غادي نوض عاود تاني واللي قاسني غادي نقسم ليه يدي. بقاو كيضحكوا كاملين، نطوا بقاو كيشوفوا فيا. واحد فيهم نصب عوي قاسني في كتفي، مع قاسني معلويت لي يدي مع السقط ومع الحيط وبقيت شاد لي يدي. جريته عندي وحطيته لتحت في الارض وبديت كنورك لي على يدي بحال باغي نهرسها وهو كيغوت بالجهد. طلقته وتميت غادي. القدميري ديك اللحظه قال لي حياتكم كلها غادي تولي جحيم وغادي ندمكم كاملين. وقفت مع درته دخلت لي كروشي طاح على وقفته. جاو الحراس وهبطوني للحبس الانفرادي، لاحوني في ديك الغرفه. غير سدوا لي التكيت وانا نتفكر نهار كنا مشدودين انا وزابرة، وبديت كندوي مع دوك الطوبات وكنقول لهم انا جيت. كانت واحد الشقه كيدخل منها الضو خفيف، استغليته وبديت كنقرا داك الكتاب. سرحت بالخيال ديالي وتعمقت فيه مزيان. الكتاب اللي فيه التقنيات ديال البهلوان. من بعد ساعه لقيت راسي سارح فيه ونط بديت كنطبق دوك الحركات اللي دوا عليهم في الكتاب. تمي تراجع باللور وانا نتشقلب وانا نفرقع راسي. نط عاود تاني كنحاول، واللي خلاني ندير هكا هو الجلالي. كنت سولت واحد النهار ملي كنا في الحبس شنو هو السبب اللي خلاه يبقى شاد في راسو هاد المدة كاملة. قال لي كنت كنشغل التفكير ديالي، وملي كنبغي نرتاح ونتنفس وندير شي حاجة كنبغيها كنهبط للحبس الانفرادي. قال لي بلي هادشي كامل باش نشغل التفكير ديالي، كنت كنسيطر عليه قبل ما يسيطر عليا. بقيت كنحاول ديك الليلة حتى نجحت في ديك التشقليبة، وهادشي خلاني نتحمس ونسى بلي انا في الحبس الانفرادي. دوزت تقريبا 10 ايام وانا كنطبق غير داكشي اللي قريت في الكتاب. ملي خرجت ما كنتش كندير والو من غير انني كنقرا دوك الكتب. جا عندي المحامي والجلالي وقالوا لي بلي غادي تكون عندي جلسه وحده وراه تاجلات دابا، ولكن ان شاء الله غادي يكون خير. ملي كانوا غادي نعنقني الجلالي وقلت ليها قول صبرين بلي كنبغيها بزاف. قال لي عارفه وحنا كلنا عارفين، وهادشي اللي درتي معاها كيديروا غير رجال. قال لي تريني عندك تبقى جالس، البطوله ديال الشعله ما بقى ليها والو وحنا معولين عليك. مشى الجلالي ورجعت عاود تاني للسيلون وبغيت نكمل القرايه والو تبرزيط، ما قدرتش نركز نهائيا. بان لي غير حل واحد، نرجع للحبس الانفرادي. نط عند واحد خونا قصدتو واصلا ما كنحملوش في هاد السيلون هذا. مشيت عنده وانا نخمجو تبلبلات عاود تاني وداكشي اللي وقع. هبطوني عاود تاني للحبس الانفرادي. دست الكتاب تاني من بعد ما كملت الاول. سقيل بوحدي ظلام، ما كنت كندير والو من غير انني كنقرا كتاب الاله وكنطبق داكشي كامل اللي فيها. من بعد 15 يوم لقيت راسي ناضي، واخا الحيط اللي كنت كنضرب فيه كان كله دم. جا الوقت ديال الجلسه ديالي واللي غادي تنطق فيها الحكم النهائي. مشيت وعارف غادي نبقى في الحبس، زهري وانا عارفه. وصلت المحكمه وكانوا صحابي كلهم حاضرين، غير شافتني صابرين بدات كتبكي. جات نوبتي وبقيت كندافع على راسي، والمحامي ديالي تعطل بزاف ومع داكشي كامل اللي وقع والتهديدات كاملين اللي وصلونا
قلت مع راسي صافي المحامي غادي يكونوا خطفوه ولا داروا ليه شي حاجه. ولكن الحمد لله جا في اخر لحظه وجا مزروب وطلب الاعتذار من الناس كاملين اللي كانوا في القاعه، وكان مرتاح وكيبان فرحان. بدا كيدوي وكيدافع عليا، ما كنتش باغي نبكي ولكن كلامه خلاني نفقد السيطره على راسي. قال لي ها سيد القاضي، هذا الولد مثال الشاب المغربي المكافح، جا من واحد الدوار في المغرب المنسي وكله طموح انه يكون شي حاجه مهمه في المستقبل. هاد الخطوه اللي دار خلاته يكتشف موهبه، وهو الان كيتقاتل باش انه يحقق ذاته. ولكن حنا عارفين السيد القاضي كيف ما عارفين سيادتكم باللي اداء النجاح في اي بلاصه، ضارب هاد الدري هذا وخلقوا ليه بزاف ديال العراقيل. شاف فيا القاضي وقال لي شحال ولدي ما شفتي والديك؟ قلت ليها قريب عامين. قال لي سعادة القاضي، هاد الولد هذا تعرض للظلم. قال لي القاضي، واش عندك شي دليل على انه تعرض للظلم خصوصا في هاد المره هادي؟ كلشي بقى كيشوف في المحامي وهو يقول ليها سعادة القاضي عندي دليل قاطع. كان صدمه كبيره وانا تصدع في القاعه هو، وقال لهم القاضي سكات الله يرضي عليكم، اعطينا الدليل سيدي. المحامي ديك اللحظه قال لا تفضل ولدي، كلشي دارو كيشوف في الباب. وتصدمت من اللي كان سمايكا تم داخل وحاضر راسو، غير وقف قال لي ها القاضي تكلم ولدي. قال لهم الخطه كانت هي اننا نلفقوا التهمه لصابرين، البنت اللي لطالما بغيتها وفي السر، وعمرني قدرت انني نصارحها. ومن نهار عرفت تخطبات لسعد وانا حاقد وكنكره، كنكره السعد واخا ما دار لي والو. كانت الفكره نخرجوا سعد من التركيز، وما بغيناش نهائيا يفوز في البطوله. كاين واحد اللاعب ابن مسؤول كبير في الدوله مشارك في بطوله ديال الشعله، ومن نهار بداو هما كيسرحوا ليه في الطريق باش يلعب بطوله العالم. دخلت للنادي باش نحسن من الاخلاق ديالي ونكون بطل، لقيت راسي كندير داكشي الخايب. يلا دابا سيمانه كنت مرتاح، ولكن ملي توفات الوالده هو البارح طلبات مني قبل ما تموت نكون انسان مزيان. شاف فيا وقال لي اسمح لي يا سعد، تمنيت تلاقينا الظروف احسن الاحوال ولكن ما كشافش. ونهار قلت لك عطيتيني درس كنت كندوي بالصح. الشعلة ديالك اخويا ديالك. الاعتراف ديال سمايكا كان كافي باش ناخذ البراءة ديالي. صحابي نوضوا الروينة في القاعة، كان لغوات وكلشي كان فرحان. مشيت كنجري وعنقت صحابي وكنغوت، غمامة كحلة عاود تاني مشات من طريقي. امتى حياتي غادي تبقى صافية؟ خرجنا وصابرين لاصقة فيا، كان هذا تاني تأكيد باللي كان بغيها وبزاف. تحركنا للفيلا واحتفلوا كاملين بالرجوع ديالي. عارفك ربي معايا حميتيني من نهار قررت انني نهاجر الدوار، وما زال كتحميني، وعارف باللي ما عمرك ما غادي تخلى عليا. بقينا مجمعين. من بعد جا عندي الجلالي وقال لي ما بغيتش نسولك قدامهم، مال يديك؟ واش ضربتي ماشي واحد؟ قلت لي كروشي واحد خدار قدميري. اما ما تبقى كنت كنتريني في الحبس، الحبس الانفرادي. قال لي مزيان، المهم بعدا كنتي كتحرك. اسمع راني جمعت معلومات على اللاعبين اللي كاينين في الشعله، قال لي كلهم ابطال، بقيت كنشوف فيها. وقال لي نيفو هربان ديال بصح. قلت لي شنو كتخلعني دابا الجلالي؟ قال لي لا ما بغيتكمش تهبطوا تقاتلوا، واللي دارها الله هي اللي غادي تكون. كنت عارف مادام قالها الجلالي يعني خاص نلعبوا الماتشات كلهم على اساس نهائي. دازت هاد الليله هادي وفي الصباح غير فطرنا خرجنا كنجريو، من بعد مشينا لاصال بقينا كنترينيو وكنسخنو. من بعد جاو ميلاني واناستازيا وصابرين. ملي كنت في الحلبة كنسخن طلعت عندي صابرين وكانت خازنة شي حاجة في يديها.
جبدات واحد السينتة مكتوب فيها شي حاجة. ملي سولتها قالت لي هادي ديال بابا الله يرحمه، كان كيلعب بها وكان كيامن بلي كتجلب ليه الحظ قبل ما يموت بسيمانة. كان عطاها لي، حزمها لي في يدي وقال لي اي حاجة بغيتيها غادي توصلي ليها، غير امني براسك. حزمتها لي في يدي وقالت لي وانا دابا كنامن بيك بلي مادام امنتي براسك غادي توصل. قالت لي بلي بابا كان اول واحد غادي يلعب بطولة العالم وداها، وكان ديك الساعة بحالك، جا من اكادير الكازا ودار سميتو، كلشي تنبأ ليه بمستقبل كبير ولكن سرقاتو من الموت. بابا كان بطل العالم وانت غادي تكون بحاله. جيبها جيبها على قبلي، غادي نفرح بزاف. عنقت صبرين وتمنيت الامور تمشي كيف ما خططت ليها. بعد تقريبا 12 يوم على بطولة الشعلة، كلنا كنا كنترينيو. بطولة الشعلة غادي تدوز في 10 ايام. 10 ايام غادي تكون فاصل بيني وبين الحلم ديالي. داز الوقت دغيا وكلنا كنا واجدين، وجا النهار الاول ديال البطولة. مشينا كاملين كنتفرجوا حيت كان غادي يلعب غير الكوشي. البطولة كانت في المركب الكبير بالدار البيضاء. ملي وصلنا تصدمنا من كثرة البشر اللي قدام الباب، غير شافونا الصحافة تم قاصديني نيشان. سولوني شنو هي قصتك مع الحبس، قلت لهم عاودوا طرحوا السؤال وقولوا لي شنو هي قصتك مع الظلم. تمينا داخلين وخليتهم واقفين بوحدهم. دخلنا القاعة وشدينا البلاصة ديالنا، وبدا المقدم ديك الساعة كيقول لا. سيداتي سادتي، اليوم سنفتتح أولى مباريات في البطولة الشعلة، مباريات حارقة في الانتظار، حتساعد للجميع وفرجة ممتعة. بدأ أول ماتش وكان كيسحب لنا بلي النيفو غادي يكون هادي، ولكن تصدمنا من أول ماتش وكأننا كنتفرجوا في بطولة عالمية. الكاميرات بزاف والصحافة والنيفو طالع وهربان، وفين تبان البطولة المؤهلة. ملي عرفنا بلي هاد الماتش منقول صراحة تخلانا وحسينا في شكال، حيت حنا كاملين غادي تكون هادي أول تجربة لنا في الشعلة. الماتش الأول كان ديال واحد الولد سميتو فيصل، وكان الجمهور كله كيتجاوب معه وبين عنده سمعة كبيرة. قال لي الجلالي المعلومات اللي قدرت نجمعها ليه، هاد الدري لعب 4 ديال الفينالات في الشعلة وما قدرش يحسم اللقب، ولكن هاد العام هذا محمر فيه. والخصم ديالو سميتو سامير، ملقب بسامانطا، اول مره غادي يلعب بطوله الشعله، ولكن هادشي ما كيعنيش انه مبتدئ. الدري بطل كولومبيا 5 ديال المرات وجا بغى يعيش التجربه هذه. صدمني الكلام ديال الجلالي، وعرفت بلي الطريقه ما غاديش تكون سهله نهائيا، وبلي حنا في حرب ديال بصح. عطى الحكم الانطلاقه وكان ماتش قاصح بزاف والضربات قويه لدرجه الدراري كلهم تصدموا. فيصل كان حاضر في الماتش بحكم انه لاعب 4 ديال الفينالات في الشعلة، دونك هو عارف الاجواء كي كتكون. داكشي علاش البطولة هاد العام هذا كان دايرها في كرشو، وكان مسيطر على سامانطا، ولكن تصدمنا كاملين في الاخير. ضربة واحدة من سامانطا خلات فيصل يطيح كاو وقدر انه يربحو، وتقصى فيصل من اول ماتش. بقينا مصدومين كاملين من هاد النيفو هذا. من بعد جا الماتش ديال الكوشي. الكوشي واخا رجعنا وترينينا ومشينا للغابة، مازال اللياقة البدنية ديالو ما ماشي هي هاديك. سنوات وهو حابس بعيد على التنافسية، ويلا رجع ودابا في الشعلة. صراحة كان تخوف كبير عليه. جا الوقت وبدا الماتش. سمعت ديك اللحظة الجلالي قال له الله يحضر السلامة. قلت لي مالك شنو كاين؟ قال لي هاد الولد اللي لعب مع الكوشي سميتو نبيل، ملقب بساراغوسا، مغربي من ام اسبانيا، عنده بزاف ديال البطولات، وكان فاز بطل اسبانيا 2 ديال المرات. قلت ليه جلالي واش حنا في بطولة الشعلة ولا بطولة العالم؟ الدراري كبروا لي كلهم ناضيين. قال لي النوادي ديالنا الله يهديهم ولاو كيقسيو ولاد الشعب، وكيجيبوا لاعبين اللي واجدين باش يمثلوهم في مثل هاد البطولات هادي. هادشي كامل على قبل الفلوس، وباش يخليو الاسم ديال النادي ديالهم معروف. والدراري مساكن اللي كيترينيو على طول العام كيهمشوهم.
الفوز ديال ولد الشعب بهاد البطولة هادي غادي يكون انتصار ديال ولاد الشعب كاملين. بدا الماتش وكان الفرق واضح ديال ساراغوسا مع الكوشي. التحركات ديالو كيفاش كيناور وكيفاش كيسدد لكمات اللي قوية بزاف، كان واضح باللي الدري محترف. الكوشي تلقى جوج ضربات في الجولة الأولى خلاته يخرج من الماتش، رغم ذلك بالتعليمات ديال الجلال يقدر أنه يرجع في الجولة الثانية، وبدا كيشد في الريتم. بدينا كنشجعو فيه وكنغوتو. ساراغوسا حس بالقوة ديال الكوشي وبدا كيخوي عليه. ملي وصلت الجولة التاسعة كان واضح باللي ساراغوسا هو اللي مسجل النقاط بزاف. كنا كنغوتو وكنشجعو الكوشي، ولكن ساراغوسا كان عارف شنو كيدير. في النهاية ربح ساراغوسا بالنقاط، كانت صدمة كبيرة لينا، ولكن صفقنا بحرارة الكوشي حيت دار ماتش زوين بزاف، لعب جولات طويلة وبقى محافظ على الريتم، ولكن الخصم ديالو كان ذكى منه. اللي كيعيب طريقة اللعب ديال الكوشي هو أنه بعد مرات كينسى راسو، وكيصحاب لي مازال في الكاريان مضارب مع شي واحد. هادشي كان كيخلي فرصة للخصم ديالو أنه كان كيسجل النقاط. مشينا كاملين عند الكوشي وقلنا ليه ما دير فراسك والو، وباللي هادي غير الخطوة الأولى في حياتنا كاملين، وباللي مازال المستقبل قدامنا. تفرجنا في الماتش الثالث والرابع، وداكشي اللي خلاو الوالا كملوا الاخرين. المستوى كان كبير بزاف. دابا تاكدت علاش ولاد بلادي ما كيوصلوش للعالميه، كيبقاو مساكن في النوادي حتى كيكبروا، وفي الاخير كيمشيو مساكن يخدموا باش يعيشوا، والاغلبيه ديالهم كيفكروا انهم يحرقوا من هاد البلاد هادي. بلاد ديالنا زوينه بزاف، ولكن المسؤولين هما اللي خارجين عليها، اللي شاد شي قطاع ما كيعطيش ديك القيمه ديالو. كملوا الماتشات ديالو متمنا غاديين في حالاتنا، طريق كله وانا مرفوع وكنفكر. وصراحه تصدمت من هاد النيفو اللي شفت اليوم، نيفو كبير بزاف. وصلنا للفيلا وكندويو، وكان واضح باللي جلالي فاقد فينا الامال. هو عارف القدرات ديالنا كديره، ولكن في بحال هاد المسابقات هادو الممارسه كتلعب دور ديالها كبير بزاف. غدا غادي يلعب الجن مع واحد الدري سميتو نعيم، وهو ممثل مدينة الرباط اللي كيدربهم عبد الإله. صدمنا ديك اللحظة الجلالي ملي قالينا نعيم حتى هو من الجالية المغربية، وبالضبط في هولندا، وباللي حتى هو عنده بطولات عالمية. ديك اللحظة قالينا الجلالي باللي أنا كنت عارف هاد الشي هذا، وكنت عارف باللي النيفو هنا يطالع بزاف، ولكن كنت باغيكم توصلوا هنايا باش تعرفوا النيفو كي داير، وتخدموا على راسكم وتطوروا من المهارات ديالكم، باش ملي يجي واحد النهار تكونوا قادرين انكم تواجهوا اي واحد. الكوشي اليوم كان ناضي بزاف، ولكن خسر حيت مازال ما عنده ذكاء اللعبه، وهاد الذكاء هذا كيتكتسب من كثرة الماتشات. بقيت غير جالس ديك الليله وسارح في خيالي وكنقول ويلي، زعما التمارة كلها اللي ضربتها وفي الاخير كاع ما غادي ندير لقب، ما يمكنش. ديك اللحظه تفكرت الهضره اللي كان قال لي عمر، تبارك الله عليك جامي تلاقيت مع شي واحد بحالك، خذ هاد الكتب هادو وخليه سر بيناتنا. عمر بطل بلجيكا 4 ديال المرات ولعب بزاف ديال البطولات، بلا شك غادي يكون تواجه مع لعابه اللي ناضيين، ومادام قال داكشي عليا دونك انا ماشي عادي. ديك اللحظه بقى كيشوف فينا الجلالي وكيضحك، وبقى يحرك في راسو وشاد في راسو. قال لنا ما يمكنش، قلت لكم الهضره كامله باش تجاوبوني وتقولوا لي باللي حنا غادي نتقاتلوا وما كنخافوا من حتى شي واحد، ولكن دابا كنشوفكم كلكم سارحين ويعلم الله فاش كتخمو. صافي فقدتوا الثقه في راسكم. في ما وصل النيفو ديال اللعابه هادو في الاخير كيبقاو بنادم، يعني بحالكم بحالهم، تقاتلوا غادي تربحوا. دوزنا هاد الليله هادي، وفي الصباح غير فقنا وبقينا كنحمسوا في الجن اللي عنده ماتش مهم. وصلت الوقيته ديالو وتحركنا كاملين المركب. كانوا ديك اللحظه سالاو جوج ديال الماتشات، الناس اللي كانوا حاضرين كلهم كانوا كيدويو على واحد اللاعب، وباللي العادة ديالو هو انه كيطيح الخصوم ديالو في الدقيقة الاولى بالكاو،
داكشي اللي وقع هاد الصباح هذا. بقينا جالسين هنا كاملين ومشى الجيلالي كيدوي مع واحد الرجال. من بعد رجع عندي وقال لي هاد الدري اللي كيدوي عليه الناس سميتو احمد واللقب ديالو هو بويكا، حتى هو لاعب محترف. ما عرفتش اش جاي كيدير هنايا، ها ساراغوسا ها سامانطا ها بويكا، كل نهار كنسمعوا بطل جديد. بدا الماتش ديال الجن وصدمنا بالطريقه اللي كان كيتحرك فيها فوق الحلابه. الجن لعب واحد الدور زوين بزاف، وانا كنت متاكد باللي كيتقاتل دابا باش يخلينا نحسوا بالامل ونثيقوا في راسنا. قبل ما تسالي الجوله الاولى، الجن غادي يدخل كروشي لذاك الدري، غادي يطيحو كاو. بلا ما نحسوا تهزينا كاملين وبقينا كنشجعوا فيه. بقى الاربيط كيحسب كيحسبوا في الاخير، ما قدرش الخصم ديال الجن انه يكمل الماتش. كانت فرحه كبيره بزاف، نوضنا الروينه في القاعه. عبد الى مسكين ديما خارج اللي في عودو، بقى كيشوف فينا وما حاملناش. بقينا في القاعه حتى تفرجنا في الماتش الرابع، غير طلعوا اللعابه فوق الحلبة والمقدم قدم الاول والثاني، سمعنا كنيه ديال الثاني وحنا نتصدموا وعرفنا البلان كامل علاش داير. اللاعب الثاني سميته محسن القدميري، وتاكدنا ديك اللحظه اللاعب اللي مفرش لي الطريق. تفرجنا في الماتش والنيفو ديالو كان عادي بزاف، ورغم ذلك ربح، وانتم عارفين كيفاش. الماتش الجاي ديال الجن غادي يكون مع القدميري، وانا فينا جانا تخوف وكان خاص لابد اننا نديرو الاحتياط. رجعنا للفيلا وفرحانين بهذا التاهل هذا اللي عطانا الامل انه الماتشات عاديين، خاصنا نتقاتلو ونجربوا الحظ ديالنا. الماتش ديال غدا غادي يكون ديال زابرة. زابرة واحد من بزاف ديال الشباب اللي لقاو المسؤولين دايرين ليهم العصا في الرويضه، وكاع ما بغاوهم يمشيو بعيد. زابرة بحالي انايا محمر بزاف في هاد البطوله هادي، وكيعتبرها فرصه ديال الحياه. زابرة في احسن الاوضاع ديالو والنفسيه ديالو مرتاحه مزيان، خصوصا مع التواجد ديال أناستازيا. داكشي علاش حتى حنا كنا متحمسين باللي غادي يربح. دوزنا هاد الليله هادي وفقنا في الصباح متحمسين، فطرنا وشدينا نيشان طريق المركب. الماتش الاول غادي يكون ديال زابرة، هو واحد الدري سميتو المهدي. بدا الماتش وزابرة كان بحال شي نجم، كان واحد القوار حدانا ملي بدا الماتش وهما كيصوروا فيه وكيبان عاجبهم مزيان. قال لي الجلالي باللي هادو غادي يكونوا منقبين على المواهب. انا كنتفرجوا في زابرة وكان داخل مزيان في الماتش، شد ديال الخصم ديالو عطا قتله ديال العصا. كنت عارف باللي عبد الاله غادي يكون كيتفرج فيه، بقيت كنقلب عليه ولقيته واقف من بعيد. اللحظه اللي زابرة طيح الخصم ديالو بالكاو، عبد الاله هز يديه بجوج ويفرح. فرحنا بزاف بهذا الانتصار هذا، وبقينا في المركب وتفرجنا في الماتشات كاملين ديال اليوم. وعجبنا الحال ملي لقينا بزاف ديال النوادي في المغرب معتمدين على ولاد المنطقه ديالهم، وكما جايبين ولاد محترفين. دوزنا هاد النهار هذا وتمينا غادي للفيلا، وكلشي كيتسنى الماتش ديالي غدا. دازت هاد الليله هادي وفي الصباح فقت انا الاول، فقت وجالس بوحدي وكندير لحظه التامل. عارف باللي بزاف ديال الناس مشاركين في هاد البطوله هادي، والغرض ديالهم مختلف على ديالي، ويمكن هذا هو الفرق البسيط اللي بيناتنا كاملين. انا باغي البطوله، باغي نرجع للدوار، وانا بطل العالم. انا عارف باللي هذا اول ماتش ليا، وبزاف ديال الناس غادي يتصدموا فيه، ومنهم صحابي وجيلالي، حتى الايام اللي فاتوا كانوا كيشوفوا سعد، واليوم غادي يشوفوا الاسطوره. فاقوا دراري كاملين، فطرنا وتمينا غادي المركب. الحاجه الوحيده اللي داروا معايا المزيان فيها هاد الناس اللي منظمين هاد الدوره هادي، وانهم في الباب ديال الدخله ديال المركب دايرين لا ليست باسماء ديال الناس اللي مرشحين انهم يديو هاد البطوله هادي، وانا حاطيني انا الاخر بحكم انني ما عندي حتى شي بطوله، وبحكم انني غير مرشح نهائيا انني نوصل حتى الدومي فينال. هادشي خلى اللاعب اللي غادي يلعب معاه دابا دايرني في كرشو وحاقرني مزيان. واخا هو عنده ليكسبيريونس وعنده بطولات بزاف، ولكن كان لابد نقول لهم شكون هو انايا. عطى الحكم الانطلاقه وبدا الماتش،
وكلشي تصدم اللي وقعت فوق الحلبة ودرت لاغارد على شكل كوبرا. كنت قادر نسمع الناس كلهم كيدوا وكيقولوا اش كيدير هذا، اش كيخربق، ومنهم المنافس ديالي اللي بقى واقف وكيشوف فيا وبحالا كيستهزئ بيا. قرب حدايا وكان واضح بلي دايرني في كرشو. يلا هزي يدي هنا باش يضربني. دخلت لي كروشي بسرعة البرق ودرت وعطيته بالدار وتميت غادي. ديك اللحظة سمعته ما تخافوش غير خونا طاح على راسه. ممنوع كليا انك تعطي الخصم ديالك بالدار ديالك، وكنت انا اول واحد غادي ديرها حيت كنت متأكد من الضربة ديالي. الناس كلهم اللي كانوا حاضرين بقاو مصدومين، منهم صحابي وجيلالي. تميت نازل من الحلبة والرؤساء ديال النوادي كلهم كيشوفوا فيه. الجمهور كلهم كانوا واقفين وكيشوفوا في الاكرون الكبيرة اللي كانت في القاعة، وكنت عارفهم بغني يشوفوا الضربة اللي ضربت خونا، حيت مباشرة انا متأكد بلي حتى واحد ما شافها. مشيت بدلت حوايجي وتميت راجع عند صحابي باش نكملوا الماتشات الاخرين. في الطريق وقفوني الصحافة شي 5 ديال المرات وكنت كنتفاداهم. ديك اللحظة هما يوقفوا لي جوج ديال الكور بقاو كيدويو معايا بلونكلي. اخوكم معزرك في لونكلي، مبقيت غير كندور في عينيه. جاب الله جات صابرين وعتقات الموقف. قالوا لي بلي هادشي اللي شفنا اليوم راه خارق للعادة. بغينا نقولوا لك برافو عليك وبلي راك صدمتينا وبزاف، ومازال غادي نشوفوك في ماتشات اخرين. قلت لهم مرحبا. مشيت جلست مع الدراري صحابي وبقينا كنتفرجوا في الماتشات الاخرين. قرب من حدايا الجلالي وقال لي اش درت يا مسخط والدين، راه خليت عباد الله كلها مصدومه باش طيح خصم من الضربه الاولى. قلت ليه الجلالي انا اسطوره والاساطير ما كتقارنوش مع البشر، وهاد البطوله غادي ندير كل ما في جهدي انني نديها، واخا عارف صعيب ولكن غادي نموت معاهم. تفرجنا في الماتشات كاملين وعجبنا واحد الدري سميتو اسامه، واللقب ديالو هو ريكو. والصراحه خلانا كاملين مصدومين لدرجه الصحافه كلهم ضاروا بالحلابه وبقاو غير كيصوروا فيه. نيفو هربان ديال بصح، وهو المرشح الاول انه غادي يفوز بهذه البطوله هذه. دازت 3 ايام ولعبنا الماتشات كاملين عاود ثاني، وبقى اخر ماتش هو ديال الجن والقدميري. رجال الامن الخاص اللي كلف لنا القدميري قضاو بالمهمه ديالهم وقدروا انهم يحميونا طوال هذه المده هذه، ووصلونا من الفيلا المركب بدون ما يوقع لنا حتى شي حاجه. والجن دابا راه في الفيستير كيوجد الماتش ديالو. بقينا جالسين على الاعصاب وكنتمنوا انه الجن يربح لنا القدميري وينتقم لنا من داك المجرم اللي حطم حياه ديال الجلالي، ومازال كيسعى انه يحطم الحياه ديالنا كاملين. دخل المقدم ونادى اللاعبين بجوج، جاء محسن القدميري ولكن الجن مازال ما جاء. بقينا كنتسناو ولكن الجن ما جاش. ديك اللحظه عرفنا بلي غادي تكون وقعت لي شي حاجه. مشيت انا وزيبرا للفيسير، وصدمة اننا كاع ما لقيناه كاع. بدينا كنجربو نعيطو ليه في التليفون ولكن ما كانش كيجاوب. بقى الحكم كيحسب واعتبروا الجن خاسر في الماتش. كنا باغيين نمشيو لداك القدميري ولكن وقفنا الجلالي وقال لنا خدموا عقلكم بلاتي حتى نسمعوا بعدا شنو واقع للجن. بقينا كنعيطو للجن واخيرا جاوبنا وكان كيبكي. قال لنا اسمحوا لي عافاكم، ما قدرتش نكون معاكم، ما عرفتش كيفاش ولكن راه هدوني انهم غادي يقتلوا لي جده، وجده كنموت عليها بزاف. اسمحوا لي عافاكم، كان عندي حلم كبير وهرسوني، كنت باغي نوصل غير النهائي، كنت باغي نتقاتل وندير شي حاجه في حياتي ولكن هرسوني الخوت. كاع ما تقت بهم ولكن عيطوا لي ابل فيديو وكانوا شادين جده وكيخنقوا فيها. ما قدرتش نكون اناني ونفضل راسي على هي، حيت عمرني كنت غادي نسامح نفسي. اسمحوا لي عافاكم، الصراحه قام تصدمنا كاع، كنا عارفين راسنا مع من، عارفين راسنا مع مافيا. رجعنا للفيلا والمورال طايح، لقينا الجن مسكين كيبكي. عنقناه ووسيناه وعطيناه وعد باللي غادي نتقاتلو، اننا غادي نجيبو اللقب على قبل التمارة كل اللي دوزنا، على قبل داك الحبس اللي دوزنا ظلما وعدوانا، على قبل التمارة، على قبل الميزيرية، على قبل الفقر،
على قبل الحقره اللي كنحسوا بها كل نهار في المجتمع ديالنا. غادي نتقاتلوا. دازوا 8 ديال الدراري منهم انا وزابرة، وغدا غادي الدار قرعه وغادي نعرفوا كل واحد شنو غادي يواجه. اللعابه اللي بقاو هما ساراغوسا، سامانتا، بويكا، القدميري، منير، زابرة، ريكو، انايا. بقاو غير اللعابه اللي ناضين ديال بصح. بقاو في الطريق ديالي 3 ديال الماتشات وغادي نحقق الحلم ديالي. فقنا داك الصباح ومشينا كاملين للمركب ودارت القرعه. الجيل اللي ما كانش باغينا نهائيا نتلاقاو مع القدميري، وداك الشيء اللي وقع. ساراغوسا غادي يتلاقى مع سامانتا، وبويكا غادي يتلاقى مع القدميري، مونير غادي يتلاقى معايا، وزيبرا غادي يتلاقى مع ريكو. ماتشات العافيه ديال بصح، ولكن حمدنا الله حتى ما تلاقيناش مع القدميري. زيبرا غادي يلعب مع المرشح الاول للفوز بالبطوله ريكو، وبويكا غادي يتلاقى مع القدميري. ما عرفناش كيفاش غيدوزو عاوتاني. النيفو ديال بويكا هربان ديال بصح، ومن العار اننا نقارنوه مع النيفو ديال القدميري. ما عرفناش كيفاش غادي يتصرفوا خوتنا في الله، حيت غادي تكون باينه ديال بصح. ما يمكنش القدميري يربح بويكا، ما يمكنش، مستحيل. رجعنا للفيلا وحنا متحمسين. 3 ايام غادي تلعبوا جوج ديال الماتشات الاولين بين ساراغوسا وسامانتا وزيبرا وريكو. دوزنا 3 ايام هادي غير في البريباراسيون. ملي وصل النهار ديال الماتش ديال زيبرا تحركنا كاملين المركب. غير وصلنا وتصدمنا من كميه الجمهور اللي كانت، وحتى الصحافه كانوا زايدين النغزه هاد المره هادي. دخلنا وبقينا جالسين، وكيف ما العاده جيلالي كينوض كيجيب خبيرات. جا عندنا وقال لنا الماتشات اللي بقاو كلهم غادي يتنقلوا في التلفازه الوطنيه والدوليه. اكيشوف فينا وكيضحك وقال لنا غادي تشهروا العفاريت. بدا الماتش ديال سامانتا وساراغوسا، ومع الجوله الاولى نضت الحرب ضربه ورا ضربه. اللاعبين كانوا عارفين النيفو ديال بعضياتهم، داكشي علاش كانوا كيحاولوا انهم يساليوا الماتش في اقرب فرصه. في الجوله الرابعه ساراغوسا غادي تلوالي رجليه، وهنا كانت الكفه مالت لسامانتا. استغل الفرصه وبقى كيضرب ساراغوسا بضربات متسلسله، وفي النهايه حكم وقف الماتش حيت ساراغوسا ما قدرش انه يقاوم. من بعد بدا الماتش ديال زيبرا. كنا متخوفين بزاف، ولكن انفو بدات الجوله الاولى بان النيفو ديال زيبرا ما ساهلش. كان واحد التفوق قليل ديال ريكو، ولكن الا تفرجتي في الماتش غيبان لك باللي لاعبين تقريبا عندهم نفس المستوى. انا كنشجعو وكنغوتو. في الجوله الثانيه زيبرا غادي يدير واحد محاوله زوينه بزاف، غادي يضرب ريكو، غادي يطيحو كاو. ليكيب ديال ريكو كلهم غوتو وكاع مرضى وكاع، بقى كيحسب الاربيط، ولكن ريكو قدر انه يرجع في الماتش. وهنا الاسلوب ديال ريكو تبدل شويه ولا كيخدم الوحشيه. فغفله من الجميع ضرب زيبرا واحد الضربه قويه لمنطقه حساسه ديالو. شدات فيا صابرين بقوه وقالت لي ناري خويا. قلت لها مالك؟ قالت لي فايت داير اوبيراسيون تمايا. عطا حكم اندار وقال ليه مره اخرى غادي نوقف الماتش. زيبرا بقى كيتوجع في الارض، وكانت هذه هي النقطه ديال التحول ديال المباراه. بقى مقاوم زيبرا، ولكن كان واضح باللي كيتالم بزاف. رغم ذلك ما خلاش حقه. ريكو كان وجهه كله مخمش، الدم كينزل منه، وزيبرا كان واقف وما عنده والو. ملي وصلوا للجولة العاشرة أنا زيبرا غادي يفقد التركيز ديالو، هادشي اللي غادي يستغلو ريكو. غادي يضرب زيبرا ضربة قوية، غادي يطيح الأرض، غادي يبغي ينوض، ولكن ما غاديش يقدر. بقى كيحسب لي الحكم، وبقينا كنشجعو فيه، ولكن ما قدرش يقدر. بقى غير شاد في حجرو وكيغوت. خسر زيبرا واحد الخسارة لي دراماتيكية، والناس كلهم تعاطفوا معه، ودار ماتش واعر بزاف. كان صعيب عليا نشوف صحابي كيمشي واحد واحد، وفي النهاية بقيت بوحدي. صحابي اللي عشت معاهم الحلوة والمرة، صحابي اللي تقاتلنا كاملين أننا نوصلوا لهنايا. رجعنا للفيلا والمورال طايح، ما كانش كيستحق نهائيا زيبرا أنه يخسر. دوزت هاد الليلة هادي وبقيت غير كنفكر. كنحس بلي المسؤوليه ولات عليا كبيره بزاف، خاصني ضروري ندي هاد اللقاح بعدها. دوزت هاد الليله وفي الصباح فقنا كاملين، فطرنا وشدينا الطريق المركب، الطريق كله وحنا ساكتين وكنتمنوا انه يوقع خير. الماتش الاول كان غيكون ديالي انايا. مشيت بدلت حويشي، من بعد سمعت السميه ديالي، تميت غالي وطلعت فوق الحلبة، وجا المنافس ديالي منير.
قربت ديك اللحظة من صبرين وعطيت هذيك السينتة اللي عطاتني ومديت لها يديها أنها تحزم عليها. بقات كتشوف فيها وعينيها مغرغرين. عطى الحكم الانطلاقة في الماتش وكان واضح باللي مونير خايف مني ويمكن وصلاتو لانفورماسيون للماتش اللي فات. بقيت أنا وياه ضربة فيا وضربة فيه والحدود ساعات واحد مخدر مبادرة. في الجولة الثالثة مونير غادي يرتكب خطأ كبير بزاف، ضار في السما برجليه وكان ناوي أنه يجيب لي في الراس نيشان. خويت عليه ونضرب بكل قوة للرجل اللي كانت مازال باقة في الأرض. ما كنتش ناوي نهائيا أنني نهرسه، ولكن للأسف تهرس. طاح واحد الطيحة وبقى كيغوت بواحد الطريقة اللي صراحة بقى فيه الحال. تميت نازل من الحلبة والفلاش كيضرب لي في عينيا، الكاميرا موجهة لي وعرفت ديك اللحظة باللي باينة كمارتي غادي يكون شافة كل شيء. مشيت بدلت حوايجي ورجعت نتفرج في الماتش ديال بويكا والقدميري. ديك اللحظة قرب مني الجلالي وقال لي بلا ما تفرش، باين القدميري اللي غادي يربح. قلت لي علاش؟ قال لي دزت قبيلة من الفيستير ديالهم ولقيتهم كيدويو مع بويكا وكان واضح باللي ما راضيش. قالوا لي باللي انت لاعب غير على قبل الفلوس وباللي غادي نعطيوك الدوبل ديال الفلوس، غير حاول انك تخسر. بقينا كنتفرجوا في الماتش وكان واضح باللي هذا ماشي هو النيفو ديال بويكا. دازت الجولة الاولى والثانية والثالثة والرابعة وهنا القدميري غادي يدير واحد خطا كبير بزاف. تحمس مزيان في الماتش واخا عارف باللي بويكا كاع ما داير خدمته كاع، وهذا الشيء خلاه يضرب بويكا واحد الضربة قوية بزاف. طاح بويكا على راسه وبقى كيتمرغل في الارض. بدا كيحسب لي الاربيط وناد بويكا، ولكن كان معصب بزاف وبدا كيتناقر مع المدرب ديالو وكان واضح باللي ما فاهمينش في القرارات ديالهم. ان فوا عطا الحكم الانطلاقه، بويكا غادي يشد ليه القدميره في واحد القنيته وغادي يعطيه قتله ديال اللعصا. ضربات متسلسله خلاه كله دمايات وفي الاخير طيحو كاو. كانت صدمه بالنسبه لينا وفرحنا بزاف، اخيرا تهنينا من هاد المكاريب. رجعنا للفيلا وحنا فرحانين بزاف. الماتش الجاي ديالي غادي يكون مع ريكو، غير كنشوف زابرة وكنقول لي مع راسي كن هاني اخويا، غادي نشدو غادي نعطي قتلة ديال العصا. جا الوقت ديال الدومي فينال، كانت القاعة بوم بالبشر، الصحافة والاجواء زوينة بزاف وكانوا بزاف ديال الكور والناس باغين يدخلوا القاعة، ولكن كانت عامرة. دخلت انا كنبدل حوايجي وبقيت كنسنى النوبة ديالي. ديك اللحظة سمعت المعلق قال له: سيداتي سادتي، والآن مع النهائي الأول بين اللاعب الشهير ريكو والذي سيواجهه اللاعب ساد الأسطورة. تميت غادي في الكولوار وكانت خير راسي غادي في الدوار والناس كيشوفوا فيا وكيصفقوا لي. غادي وحدايا خوتي ووالديا وكنشوف الناس ديال الدوار اللي ما امنوش بيا واللي قالوا عليا شلة كلام. طلعت فوق الحلبة، عطى الحكم الانطلاقة وكان الماتش قاصح من البداية. ولاحظت من اللعب ديال ريكو انه كيضرب في مناطق حساسة والاربيط بحال كيكالي عليه. ضربني الضربة الاولى وقلت الاربيط راه ضربني وقال لي كمل الماتش. هادشي خلاني نفقد الاعصاب ديالي. شديت ريكو في واحد القنيته وبقيت عليه ضربة ورا ضربة ضربة ورا ضربة. هادشي خلاه يتعصب بزاف وضربني الحجر ديالي. بقيت كنتركل في الارض، نطو الاربيط ما عطاه والو. ديك اللحظه بديت كنقول مع راسي تكالما سعد تهدن. عرفتهم باللي كيخرجوني من الماتش، كيخرجوني من التركيز ديالي. استغل هادشي ريكو وتم جاي عندي وبقى كيدخل ليا كروشي ورا كروشي. واحد اللحظه فقدت التوازن وكنت غادي نطيح، هز رجلي وضربني بكل قوه للوجه ديالي. طار لي البروتيج من فمي وطحت وكنت عارف راسي باللي صافي ساليت. بديت كنقاوم انني نوض، كنت كنسمع صوت ديال صابرين وصوت ديال الجلالي كيغوتو. كنقاوم انني نوض ولكن والو. واحد اللحظة مشيت فيها وبديت كنتفكر الطفولة ديالي في الدوار، وكنتفكر صحابي كاملين والعصا اللي كانوا كياخدو. ديك اللحظة حليت عينيا، لقيت العربيط كيشوف فيا، قاولي جوج ديال الارقام وغادي يحبس الماتش. درت واحد الحركة ديال البهلوان، وقفت قبل ما يكمل الاربيط الحساب. كلشي بقى كيشوف فيا ومصدوم.
عطى الحكم عاوتاني الانطلاقه وبديت كندير حركات ديال البهلوان. كان شقلب وكرجع باللور وديك اللحظه الجلالي وقف وبقى شاد فراسو. ويلي ويلي كي دار ليها؟ الجمهور كامل وقف وبدا كيصفق. وريكو شافني بحال شاف ملك الموت. يمكن كان عارف تقنيه ديال البهلوان وعارف باللي هاد اللحظه هادي غادي ياكل قتل ديال العصا. بقيت ما حتى شديتو فواحد القنيته ترفعت وبقيت غير كنضرب كنضرب كنضرب. واخر محاوله درتها ضرت جوج دورات في السمو جبتها لي في الراس نيشان. وقبل ما يطيح دخلت لي كروشي خمشتو وقفني الاربيط ودفاني وبدا كيغوت على الاسعاف بطريقه هستيريه. تميت راجع انا وكنتلاوح غادي والدم كيقطر في الارض وكنسمع باللي الجمهور كيغوت بسميتي. عرفت ديك اللحظه باللي انا على مقربه انني نحقق الحلم ديالي. تميت نازل وعنقني جلالي وفريد الاخرى عنقاتني صبرين وتمو غادي بيا الفيستير. وقفني ديك اللحظه واحد الصحافي وكان معاه كاميرامان قال لي يا لمن كتهدي الانتصار هذا؟ قلت هاد الانتصار كنهدي للناس اللي كيبغيوني صحابي خوتي والديا والناس ديال الدوار دوار سخيفات. قال لي ديك اللحظه الصحافي شنو بغيتي توجه لوالديك بهاد المناسبه هادي؟ قرب حدايا مول الكاميرا بقيت كنشوف فيها وقلت لهم والديا خوتي انا راجع للدوار وغادي نهز لكم راسكم الفوق. تميت غادي الفيستير غير شفت وجهي في المرايا تخلعت كان كله دمايات. غسلت حالتي وداواتني صابرين. تميت خارج والقاعة كانت بوم بالبشر. كلشي باغي يدوي معايا كلشي باغي يتصور معايا كلشي باغي يدير معايا استجواب. كان زيبرا والجن والقوشي. تمينا غادي في الطومبيل وراسي مرفوع واش فعلا انا تأهلت النهائي ولا كنحلم؟ النهائي غادي تلعب مباشرة بعد غدا والخصم ما غاديش يكون ساهل نهائيا. الماتش ديال ريكو درت فيه مجهود كبير بزاف ولكن كيف ما قلت لكم في الاول واخا نعرف نتقاتل بعرق واحد صحابي مساكن كانوا كيديروا لي اي حاجه وما باغينيش نهائيا نضرب تمار. دوز هاد النهار هذا وارتحيت فيه مزيان. كانوا كيجيو بزاف ديال الاتصالات والرؤساء ديال النوادي كلهم اللي كيعانيوا التهميش كانوا داري الامل عليا. الغد اللي كنت كنتريني حركات خفيفه شويه ملي وصل الليل كاع ما قدرت الناس كاع حيت في الصباح عندي فينال. الفينال اللي كنت كنحلم به الفينال اللي غادي يأهلني البطولة العالمية البطولة الحلم. الناس ديك الليلة بكري وفي الصباح فقت فطرنا ومشينا نيشان المركب. هاد المرة كان الإحساس ديالي مختلف كنت غادي وقلبي كيضرب بالجهد. وصلت الباب ديال المركب والجمهور كان كلشي كيغوت والناس كلهم كانوا واقفين وكيعيطوا بسميتي. عرفت باللي كسبت القلوب بزاف وباللي الناس ولاو كيبغيوني. كانوا البوليس ولي زومبيلونس والروينة نايضة وعرفت باللي الماتش غادي يتنقل مباشرة في قنوات عربية وعالمية. دخلت وجدت راسي وكنت مستعد للماتش هذا واخا عارف الخصم ديالي ماشي ساهل ولكن كون طحنا في ماتش اخر كان ممكن يربحني ولكن في هذا الماتش هذا هلا. جا الوقت والقاعة كانت بوم بالبشر كتسمع الصداع ديال الجمهور. تميت غادي في الكولوار وطلعت انا وبويكا. بويكا كان كيبان اون فورم ولكن انا مازال كنحس بالالم اللي حسيت به في الماتش الاخير. عطانا الحكم الانطلاقة يلا بدينا بويكا ويدخل لي كروشي قاصح ديال بصح. بغى يعاودني بالثاني وانا نخويلي وانا ندخل لي كروشي كتار من اللي عطاني. بقى راجع باللور ويطيح وعاود ناض عاود ثاني ضربة فيا وضربة فيه. بقينا الجولة الاولى كلها بحال هكا ضربة فيا وضربة فيه. سالت الجولة الاولى وجانا كلهم بطبط بالعصا وباش نكون صريح معكم كانوا الضربات ديالو قوية بزاف. وخونا كان بحال مشارجينو بالضو وهالو ما كيعياش. بدات الجولة الثانية ونفس البلان ضربة فيا وضربة فيه. ومادام هو كانت عجباه القضية هادي طلعت مع النيفو ضربتو برجلي بكل قوة ويتجمع بشمال. ناضو هو معصب ديك اللحظة وقف على رجل وحدة وهز يديه بجوج بحال نسر. والمشكل انا كاع ما كنعرف شنو كتعني هاد التقنية هادي وبحكم ما عنديش تجربة كبيرة في هاد الميدان هذا درت عند جيرالي باش نعرف
وهذا هو الخطأ اللي درت. لقيت راسي قدام ضربات متسلسلة وما قدرتش نهائيا أنني نقاومها، وملي فكرت نسلم منه ضرب رجلي بجوج وعطاني الوجه نيشان. وهنا غادي ارتكب خطأ آخر، كما غادي نطيح. بقيت واقف، ومادام أنا بقيت واقف يعني مشي في الوعي ديالي الكامل. وهنا عطيته فرصة أنه يدخل لي كروشي، وكنت قادر أنني نسمع الفك ديالي تفك من بلاصتو. واحد الألم الخوتة ما قدرت نوصفه لكم. طحت ديك اللحظة ديريكت على راسي مهزوم ومستسلم كليا للخسارة. كنت كنسمع الغوات ديال البشر، الغوات ديال الجلالي وديال الزيبرا وديال القوشي وديال الجن. في وسط الألم هذا حسيت بلي ما غاديش نقدر نكمل الماتش. في وسط هادشي كامل بديت كنبكي، حيت عرفت بلي فشلت أنني ندي اللقب. بدا العربيات كيحسب وبويكا كيحتفل. ديك اللحظة سمعت الصداع، وكان هاد الصداع هذا واقف فوق الحلابة. هزيت عيني شوية بلي الواليد مضارب مع بويكا، نزلو التم جاي عندي، وقف حدايا وبدا كيقول لي ياك تخلي الشماش يضحكوا عليك، ياك ها انا ربيتك تكون راجل، الا كنتي كتبغيني يا ولدي نوض نوض، راجينا باش نتفرجوا فيك، نوض راجيت انا وامك وخوتك، نوض تقاتل. ياك كنتي كتقول لينا بلي غترجع للدوار وانت بطل، نوض ولدي نوض. كان الوالد كيبكي وحابس البكاء، ضربت على كرشي وتميت نايد، والجمهور كيصفق. وقفت وبقيت كنشوف الوالد وكيشوف فيه، وكانت دي اول مره غادي نشوف نظره حب، نظره فخر، نظره اعتزاز للوالد بيا. دورني الاربيط وقال لي واش انت مستعد، واش انت قادر تكمل؟ قلت لي قادر نكمل. قلت لي بصعوبه، درت وانا نمد يدي بزوج. شافني بويكا ويتصدم، هتعرفني طبقته اسلوب الآلة. تم جاي عندي ديك اللحظة وكيغوت، وكنت انا كنغوت كتر منه. غير قرب من حدايا وتميت كندخل لي كروشي ورا كروشي، شديته فواحد القنيتة. جمهور كيصفق وكيغوت، هزيت يدي الفوق وطبقت اسلوب ديال الكوبرا، ضربته بكل ما كان ملك من قوة. هو يطيح من فوق الحلبة، الجمهور كان كيغوت والحماس كان زايد. وبديت كنتفكر بالذكريات ديالي كاملين. انا ملي غادي نكبر غادي نكون اسطوره. الوالده كان وعدك باللي غادي ندير داكشي كامل لنفسك فيه. عافاك الشريف ممكن تديني معاك، وصلني غير ورا الوادي. قول لي اخويا اشنو سميت هاد الحي هذا؟ هاد الحي هذا سميته حي مولاي رشيد. والله ما كنت كنشرب، والله تغير دلموني بالله، هذيك غير مونادا سبرايت. سمير شنو كاين ورا الوادي؟ اخويا كيقولوا بلي كاينين الوحوش مفترسه، وانت كتثق بهم زعما؟ انا كنظن غير كيكذبوا علينا، وباينه ورا الوادي كاينين شي حوايج زوينين بزاف. سعد ايو سعد، مبروك عليك يا ولدي، مبروك عليك، انا فخور بك. وهانت شوف خوتك حتى هما جاوا، وامك تميت نازل من الحلابه، وكنشوف في الوالد بقى كيشوف فيا ويعنقني وكيبوس فيا، وقال لي اسمح لي عافاك يا ولدي، اسمح لي عافاك يا ولدي. بس لي يدي وقلت لي انت اسمح لي الوالد. تم جايين عندي خوتي وعنقوني، شميت فيهم ريحه الدوار، شميت فيهم ريحه العائله ديالي، تحرمت منها هذه مدة طويلة. قررت من حدا الوالدة وعارفة مسكينة حشومية، بدات تخشات فيا بحال شي درية صغيرة. بقيت كنبوس لها في راسها وقلت لها الوالدة اسمحي لي عافا، كنا عارف كتكوني بكيتي بزاف، عارف هذه المدة طويلة كانت قاسية علينا كاملين، ولكن على قبل هذه اللحظة هذه، على قبل هذه اللحظة الوالدة جيت هنايا، وكنت كنتقاتل ودوزت المعاناة على قبل هاد اللحظة بالضبط الوالدة، باش نكون بطل، وكنت بطل الوالدة، شي كامل باش نخليكم تهزوا راسكم الفوق وتفتخروا بيا، بلي ولدكم بطل،
كانت أجواء زوينة بزاف، كل شي فرح بينا ديك الليلة. في لحظة وليت نجم، في لحظة الناس كلهم ولاو كيقولوا سميتي، في لحظة الصحافة ولاو كيتخاطفوا باش يدويو معايا. عطاوني جائزة ديال البطولة ديال الشعلة مكتوبة فيها سميتي سعد الأسطورة. كانت واحد الفرحة كبيرة بزاف، وداكشي اللي بغيت هو اللي وقع، حيت ما كنتش غير باغي وصافي، كنت مآمن به، كنت مآمن باللي غادي نكون أسطورة وباللي غادي ندي البطولة، ودابا قدرت نديها. خرجنا ديك الليلة من القاعة بصعوبة كبيرة بزاف، كانوا بزاف ديال القنوات وبزاف ديال الناس باغين يتصوروا معايا. من بعد شدينا الطريق للفيلا، بقات الوالدة مسكينة وخوتي غير مخشيين فيا، والوالد كان كيعاود ليهم دوك الحكايات والعصا اللي كان كيعطيني. قال ليهم كنت عارف العفريت غادي يكون بطل، داكشي علاش كنت كنطالم ملفهم نيشان، وهاو ولا بطل. كنت كنقول لهم في الدوار وكانوا كيقولوا لي بلي لا راك الدري غادي تخرج عليه، واه شتي ها ولدك رديتو بطل. انا كنضحكوا كاملين، ضغط لينا ضنا كاملين لبسنا، وكانت الوجهه ديالنا هي الدوار، حيت كان هذا هو الامل ديالي وهذا هو الحلم ديالي. كان كيصحابلي بالناس ديال الدوار ما غادي يكونوا عارفين والو، غير وصلنا لقينا موج ديال الغياطه وفرحانين بينا. وصلت للدوار وما قدرت نحبس الدموع كاع، فكرت نهار خديت القرار وهاجرت، ودابا راجع. جمعوا الناس الكبار ديال الدوار كاملين، وقلت لهم باش تعرفوا بلي هاد الدوار هذا ماشي دوار السخيفات كيف ما سماونا شحال هادي وخليتوها، هاد الدوار خرج منه بطل. داكشي علاش كنتمنى منكم انكم تسميوه من اليوم دوار الاسطوره، وكيف ما خرجت انايا غادي يخرجوا بزاف، خاص غير شويه ديال الاهتمام. دوزنا ايام زوينه في الدوار، وحسيت باللي رجعت لي الروح. الجيلاني والوالدين ديالي كانوا متفقين عليا، وداروا لي العرس انا و صابرين في الدوار. كان واحد العرس بلدي زوين بزاف، كانوا مجموعين فيه الناس بسطاء كيبغيوني من قلبهم، ناس كيحسوا بالفخر ملي كيشوفوني. تهليت في والديا وفي خوتي، وبقيت مره كنمشي لكازا مره كنرجع للدوار ديالنا. داز الوقت دغيا ومشيت لبطولة العالم، مشات ليكيب ديالنا كامل لفرنسا، وكانت الاجواء كلها زوينه بزاف. وانا ما شفت والديا وارتاحيت وتزوجت، وليت كنحس باللي اقوى من اي وقت مضى. دخلت في داك الماتش وكنت حاضر بقوه، وقدرت نطيح الخصم ديالي بالكاو في الجوله الثالثه، وبداك اللقب كنت اول لاعب مغربي غادي يحصل عليه في النسخه الجديده ديالو. ملي رجعنا للمطار كنت كنظن باللي حتى واحد ما غادي يكون مسوق ليا، ولكن الصدمه كانت كبيره بزاف. في المطار كانوا بزاف ديال الناس اللي امنوا بيا واعتبروني ولدهم خوهم، واعتبروني واحد منهم، والحمد لله بالعزيمه والاصرار تولد واحد البطل سميتو سعد الاسطوره. الحمد لله الحياه ديالنا تقادات مزيان، النادي ديالنا تطور، ولاو كيجيو لي بزاف ديال الدراري الصغار وكلهم باغين يكونوا بحالي. زيبرا دبر على راسو مشى لفرنسا، خدا واحد النادي هو وبقى معاهم تمايا. الكوشي تزوج مع ديك الشرموله ديالو، وبقى خدام في النادي كمونيتور، وقال لنا باللي بارك عليه الجن شارك في بطوله عربيه وجا هو الاول ودا اللقب. وانا كنت كنبريباري البطولات العالميه، والحمد لله في ظرف ديال عامين قدرت انني نعاون والديا، نحفر الدوار ديالنا البيار اللي خاصهم، ونعطيهم داكشي كامل اللي خاصهم. وخوتي كلهم خدمتهم، وكان الدور الاساسي عندي انا وجلالي هو نقلبوا على المواهب بحالي حتى هما باغين يوصلوا. الا كنت حتى انت باغي توصل تقاتل، حتى حاجه ما سهله، ولكن حتى حاجه ما صعيبه. كانت هذه هي النهايه ديال القصه ديال الاسطوره. الا كنتي اول مره غادي تشوف قناه ديال سفيان ستوريز، خلي اشتراك ولا تفرجتي في هذه القصه كامله، خلي تعليق وقول فيه الراي ديالك. كنبغيكم كاملين الخوت، وديما سفيان ستوريز. يا سعد الليل طال وانت مازال ما جيتي، يا حبيب قلبي كي بقيتي معاه من الايام، مشتاق لعيونك وصوتك وضحكاتك، كي درت يعطاك خاطرك تخلي الدوار. الدنيا صعيبة يا ولدي غير
وجع قلبي مهموم من اللي مشيتي توجع ولا شغيابك طلواش الهم الداك ولا المدينة خلاتك تنسهلك اللي اداني ياما غير الحلم الداني المدينة وخلاني وحدي كنعاني باش جانا نحقق حلمي وبغيت نكون ياما كيما تتمناي راسك مرفوع ولدك واطع للعالم يا سعد الليل طال الليل طال الليل طال يا سعد الليل طال الليل طال الليل طال يا سعد الليل طال الليل طال الليل طال غادي نتقاتل غادي ندير كل ما في جهدي باش ما بغيتش نكون انسان عادي بغيت نكون